السلام عليكم واهلا بيكم في تاني حلقة معانا في او تاني فيديو معانا في ورشة الاكستيرير المودرن. بنشتغل على الورشة دي زي ما فهمنا بعض الحلقة اللي فاتت، وهنبتدي نكمل على اللي وقفنا عنده في الفيديو اللي فات. طيب انا دلوقتي رفعت الحوائط الخارجية، انا ما يهمنيش الحوائط الداخلية قوي، فبدأت ارفع الحوائط الخارجية. دلوقتي عايز ابتدي اقفل الشبابيك والبيبان والكلام ده، فببتدي اروح في الفايل الاوتوكاد وابتدي افهم منه الارتفاعات. طيب انا خدت البيز عندي كارتفاع في فايل الماكس الرصيف من هنا كده، لما جيت اقيس من هنا كده خدت من هنا لهنا، قلت ارتفاع من اول الرصيف لحد بطن البلاطه من تحت ان هما 44. طيب انا عايز ابتدي اعمل الشباك الاولاني ده اللي هو هنا ده. ممكن نعتبر الشبابيك بتاعه البدروم دي مش موجوده لان هي مش هتبان معايا في الشوت ومش مهمه، وهتبقى ورا السور، فمش بالنسبه لي مش مهمه قوي. خلاص انا هبتدي اعتبر ان ده جلسته 1.30 متر من الرصيف، والشباك نفسه 2.10 متر. طيب ازاي اعمل الخطوط دي بقى عشان ابتدي اقفلها على الماكس؟ هروح على الماكس وابتدي امسك حيطه من الحوائط ايا كان هي ايه، همسك دي مثلا وهبتدي اضيف ليها موديفاير اديت بولي. خلاص عملت اديت بولي على واحده، عايز اخليهم كلهم في نفس الاديت بولي، فهبتدي ادوس اتاتش، اختار امر اتاتش من هنا واعمل اتاتش لباقي الحوائط معايا. خلاص كده كلهم بقوا اوبجكت واحده، لو جيت احرك كده الاقيهم كلهم اوبجكت واحده وتمام. ادوس F4 بس عشان يبان لي الخطوط بتاعتي او السيجمنتس بتاعتي اللي في الفايل او في الماس اللي عندي او الكتله اللي عندي، وهبتدي ادي امر مهم جدا 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 في الايديت بولي اسمه سلايس بلين. طيب سلايس بلين ده بيعمل ايه؟ بروح على الاول على السيجمنتس عشان انا عايز ادي ايدج هنا كده بالارتفاع ده اللي هو 1.30 متر من اول المبنى لاخره، وارتفاع 2.10 متر عشان كله يبقى نفس الجلسه وكله يبقى نفس الشغل. طيب فين سلايس بلان ده؟ هبتدي اضغط على سلايس بلان ده، هو اوريدي بيبقى حاطه لي في منسوب الزيرو او مع الرصيف، زي ما انا مدي الرصيف منسوب زيرو بيديهولي في اقصى او اقل نقطه في الاوبجكت اللي انا حاطه عليه اللي هو البلين ده. زي ما احنا شايفين كده البلين بيقوم قاطع عامل سلايس كده في الاوبجكت كله كخط. خلاص هرجعه تاني لمنسوبه الزيرو، وهروح لامر موف اللي هنا ده وادوس عليه رايت كليك، هيظهر لي هنا الموف ترانسفورم تايب. ايه المهم في القايمه دي؟ ان انا اقدر احرك السلايس بلين بارتفاع معين انا عايزه، فهكتب له ارفعه لي في اتجاه الزد اللي هو السهم ده في اتجاه الزد، ده طبعا الواي وده الاكس، فاقول له ارفعه لي في اتجاه الزد 1.30 متر اللي هي جلسه الشباك. فابتديت اعمل الخط الاولاني عند جلسه الشباك وابتدي اقول له هنا سلايس كده، هو عمل السلايس او القطع اللي انا عايز اقطعه له. طيب الشباك احنا كنا قايسينه كام؟ 2.10 متر، فابتدي ادوس له 2.10 متر تانيين يرفعهم لفوق واعمل سلايس تانيه. طيب هنا الكلام كده بقى واضح ان انا عملت السيجمنت الاولى قطعت المبنى من هنا، سيجمنت ثانيه قطعت المبنى من هنا. طيب هبتدي ابص بقى على فايل الاوتوكاد اللي على الارض قدامي ده كده باب اهو، فهبتدي اروح للبوليجون. خلاص وانا ماسك نفس الاوبجكت وهمسك البوليجون ده والبوليجون ده، وهعمل امر اسمه بريدج موجود في اديت بوليجونز هنا، امر اسمه بريدج هيبتدي يربط لي ما بين التو بوليجونز دول ويقفلها لي، يعملها لي زي الباب. طيب اللي جنبه ده ايه؟ لا ده شباك، فهبتدي امسك البوليجون اللي تحت والبوليجون اللي فوق مع البوليجون اللي تحت والبوليجون اللي فوق، وابتدي اقول له نفس البريدج. هنمشي بنفس السيكونس في كل الشبابيك او الابواب، اهم حاجه اركز ده باب ولا شباك عشان ما اعملش توصيل غلط او بريدج غلط ما بين البريدجز. طيب ده شباك صغنن اهو، طبعا الشباك ده في الاوتوكاد ارتفاعه مختلف عن الباقي اللي هو الشباك الصغير ده، فبس هو نفس الليفل مع السيجمنت اللي فوق، السيجمنت اللي تحت بس اللي مختلفه او الارتفاع اللي تحت بس اللي مختلف. فده هنظبطه على الماكس دلوقتي، بس نقفل باقي الشبابيك ونرجع له، او يعني نقفل باقي الفتحات ونرجع له. طبعا ده باب فهعمله من فوق بس، اقول له بريدج، طبعا ده شباك وابتدي اديله البريدج تمام. وطبعا الجزء الخلفي ده مش مهم برضو بالنسبه لي، مش لازم اشتغل عليه، هروح بس للناحيه دي واقول له من هنا وهنا وهنا وهنا. طبعا انا بضيف سيلكشن عن طريق كنترول، يعني انا بضغط على ده وادوس كنترول واضغط على ده عشان يضيف لي ده مع ده، اختار ده وده 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 وانا دايس كنترول. اول ما اخلص بشيل ايدي من على الكنترول وادوس بريدج. خلاص نفس الكلام هنا، كنترول ضيف ده وده وده، كل واحد بيعمل بريدج مع البوليجون اللي في وشه على طول. طيب خلاص انا كده اعتبر قفلت الفتحات اللي انا عايز اقفلها. الشباك ده ارتفاعه مختلف عن الباقي، فهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اروح للاوتوكاد واقيس الارتفاع ده
كام من اللي انا شغاله، يعني هو دلوقتي ماشي مع دول كده مع الخط ده، فهبتدي اقيسه من هنا لهنا كام. هو هنا فارق عن اللي جنبه متر ونص، فهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي امسك البوليجون ده واقول له اكسترود، امر اكسترود لهنا ده، بس هدوس على المربع اللي جنبه عشان اقول له قيمه الاكسترود بالظبط قد ايه. هدوس هنا هيظهر لي زي شاشه صغيره كده او اوبجكت صغير كده، اقول له هنا متر ونص، انتر، فبالتالي اداني اكسترود للبوليجون ده لفوق كده متر ونص، فكده عمل لي الشباك الصغير بالشكل اللي انا شايفه ده. طيب ايه المرحله الجايه اللي انا هبتدي اشتغل عليها؟ ممكن ابتدي اشتغل على الدور الثاني واجي اركبه فوق ده، ممكن ابتدي اشتغل على اللاندسكيب اللي حوالين الفيلا او الجزء اللي هو الداخلي ده. ده طبعا اسهل مما يمكن، مفيش اسهل من كده. هبتدي اقف في التوب، هدوس حرف التي او هضغط هنا واجيب توب من هنا، وهبتدي ادوس اروح لقائمه كرييت واروح على شيبس واختار لاين، وطبعا افعل السناب زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وابتدي ارسم اللي انا عايزه. طيب هبتدي ارسم الرصيف ده كده، همشي مع النقط اللي بتظهر لي كده بشكل سريع، مش لازم الدقة قوي في الاكستيرير زي الانتيرير، فخلينا نكمل بالشكل ده وامشي مع الخطوط كده. طبعا لو نطيت نقطة زيادة ابتدي ارجع لها باك سبيس زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، ونبتدي نقفل كده، هيقول لي كلوز اس بي لاين. طيب الرصيف ده ليه تخانه او ليه ارتفاع وهو 20 سنتي، هبتدي ادي له موديفاير هنا اكسترود من هنا 20 سنتي من هنا كده. طيب هو دلوقتي عالي عن الزيرو اللي انا شغال منه، هو المفروض يكون ماينس 20، المفروض الرصيف ده يكون هو زيرو زي ما احنا اشتغلنا من الاوتوكاد. الرصيف نفسه سطحه من فوق زيرو والسكنس بتاعه لتحت مش لفوق، فانا هنا عملت السكنس بتاعه في الماكس لفوق، فهنا هبتدي اعمل الاكسترود ماينس 20 مش بلس 20، فتقول له علامه ماينس 0.2، فهنا عمل لي الاكسترودجن لتحت، فبقى الرصيف لتحت بالشكل ده. طيب عندي طيب هنا رامب للجراش اللي موجود ده، فابتدي ارسم برضو حدود الرامب هنا بالشكل اللي انا شايفه ده، واشوف انا هوصل لايه كده. طبعا مش لازم امشي على كل النقط، انا بشوف النقط المناسبه وامشي وادوس عليها وخلاص، المهم يكون لي الكيرف اللي انا عايزه ده. طيب هنا الرامب بتاعي خلاص، الرامب هنا برضو نفس الموضوع، هديله نفس الاكسترود فهياخد الماينس 20 اللي احنا عاملينها اخر حاجه، بس هنا ان احنا عايزين نديله اف اف دي موديفاير اف اف دي عشان نبتدي نخليه رامب مش مجرد حاجه مرفوعه كده. طيب نخليه رامب ازاي؟ هضيف عليه موديفاير في قائمه الموديفاير ليست هنا اسمه اف اف دي، ممكن نستخدم 2 باي 2 باي 2 ده ونشوف ايه الدنيا. هدخل على الموديفاير نفسه وادوس على السهم ده وهمسك الكنترول بوينتس. خلينا نمسك البوينت دي، طبعا هقفل السناب من حرف الاس، مش عايز السناب انا دلوقتي، او اقفله من هنا وابتدي اضغط على النقط دي، النقطه دي والنقطه دي، وابتدي انزل لتحت كده عشان يعمله لي رامب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص انا كده بالنسبه لي خلصت الرامب، او امسك النقطتين دول عشان برضو يكون الموضوع دقيق جدا، امسك النقطتين زي ما انا واروح ادوس رايت كليك تاني على الموف دي عشان يجيب لي دي، وابتدي انزل بالماينس في اتجاه الزد زي ما انا شايف كده، اقول له هنا ماينس 20 عشان ينزلهم لي كده، يكون الرامب صافي مع الشارع بالظبط. خلاص ده كده الرامب بالنسبه لي وده الرصيف بالنسبه لي، وهبتدي بقى ارسم الجزء اللي جوه بالسلالم بالكلام ده. ده هعمله ازاي؟ طبعا الخط ده، الخط ده هو اللي احنا كنا شايفينه في الاوتوكاد هنا كده، جزء التبليطه بتاعت العربيه لحد بدء السلم هنا، يعني هو ماشي معايا كده، التبليطه دي ماشيه من هنا كده في الحدود دي كده، دي تبليطه للجراج لوحدها كده متقفله في الجزء ده. تمام، فهو الجزء ده هو ده التبليطه، فهنبتدي نمشي على نفس الحدود في الماكس ونعمل لها سيكنس او نديها فيس، هنشوف هنعملها ازاي. طيب ابتدي ارسم النقطه من هنا لهنا، طبعا انا بدوس F3 عشان يديني الواير فريم من هنا كده، لو ناخد بالنا الكلمه دي اسمها ديفولت شيدنج، بيوريني الشيدز او الحاجات اللي انا رسمتها، ولو اديته F3 هيقول لي واير فريم فيبان لي كل حاجه
2 دي كده او الخطوط عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لي وانا برسم. طيب انا بالنسبه لي الطبليطه ماشيه كده كده، وهروح لحد الخط التاني ده وهنفهم ليه دلوقتي، وهمشي كده كده كده. طيب هنا اول ما اقفل الشكل هيقول لي كلوز اس بي لاين، اقول له كلوز، هبتدي اديله ايديت بولي بس مش عايز اكتر من كده اهو. فالايديت بولي ده هيديهولي فيس، يخليهولي فيس كده من غير سيكنس. مش مهم بالنسبه لي السيكنس، انا كده كده مش هيفرق بالنسبه لي، انا شايف الفيس من فوق وخلاص خلاص. فانا بالنسبه لي كده مش عايز اكتر من كده، ده بالنسبه لي الفيس بتاعي اللي هتقف عليه العربيه اللي قدامنا خلاص. ممكن ارجع للفايل الاصلي بتاع الاوتوكاد اللي جاي لي عشان اعرف انهي فيهم اللي جراس وانهي فيهم التبليطه وانهي فيهم الكلام ده كله خلاص. فهروح على يوتيوب ورك شوب مودرن اكستيرير، وهدخل على الفايل الاصلي اللي هو مش 2 ماكس، الفايل اللي هو مودرن اكستيرير ورك شوب خلاص. هيفتح الفايل معايا، ده الفايل الاصلي بتاعي. ممكن ابتدي ادلت مثلا دول عشان الموضوع يظهر معايا، سيلكت سيميلر وديليت. طيب هنا هعرف ان التبليطه دي كده بالشكل ده، او التبليطه بالمنظر ده، هنشوف هنعملها ازاي بعدين. وطبعا هعرف ان دي عندي جراس ودي جراس ودي تبليطه نفس الشكل بتاع دي، وهنا السلم الاعلى وهنا السلم الاعلى ونفس التبليطه هنا وجراس. فانا عايز ابقى فاهم فين الجراس وفين التبليطه، فممكن ارجع للفايل الاصلي عشان الفايل اللي انا محوله للماكس شايل منه الهاتش، فهيبقى سايح معايا كده مش فاهم ايه بيودي على فين خلاص. فهرجع للماكس تاني. طبعا الفايلات دي كلها هتترفع مع الفيديوهات عشان نعرف نشتغل منها، انا ما رفعتهاش مع الفيديو الاول وهرفعها دلوقتي مع الفيديو التاني عشان نبتدي نطبق فيديو ورا فيديو خلاص. فهنبتدي هنا، انا كده شفت في الفايل ان الجزء ده جراس، فهديله هنا edit poly نفس edit poly. وبفضل من اول المرحله دي كده ابتدي ادي ماتيريال، او ابتدي اصنف ماتيريالز مش ادي ماتيريالز فعليه. بمعنى ان انا دلوقتي عايز الرامب بالتبليطه دي ماتيريال واحده، فهدخل هدوس حرف الام، الام هتظهر لي قائمه الماتيريالز كده، او هتظهر عند بعض الناس سليت ماتيريال اديتور بالشكل ده. فانا هحولها من هنا مودز كومباكت ماتيريال لانه اسهل وسلس شويه في التعامل عن العادي خلاص. هختار اي لون او اي حاجه انا عايزها او اي نوع ماتيريال انا عايزه، وليكن اللون ده كده هختاره واطبقه واقول له اساين ماتيريال تو سيلكشن هنا كده كده هو حط لي هنا. طيب همسك الحيطه دي كلها هنديها ماتيريال واحده وليكن الماتيريال دي واديها له كده خلاص. الجراس انا عندي لون اخضر كده، ممكن العب في الديفيوز بتاعه نغمقه شويه بالمنظر ده ويكون بالنسبه لي ده الجراس. هي دي مش الماتيريال الفاينل على قد ما انا بوضح لنفسي ان ده الجراس ودي التبليطه وده الرصيف وهكذا. طيب الرصيف هندي له ايه؟ ممكن نروح للون ده ونديه له كده بالشكل ده عشان ابقى موضح لنفسي ايه فين خلاص. الجزء اللي موجود هنا ده كله طبعا جراس، هبتدي اشتغل عليه اهو. طبعا بفعل السناب وبقفله من الاس زي ما احنا بنمشي مع بعض، و ايديت بولي خلاص الموضوع. طبعا عشان اميزها ان هي جراس ارجع اروح للماتيريال وامسك الجراس واقول له اساين ماتيريال سيلكشن وخلاص تمام. ممكن برضو عشان لو الناس بتتلخبط باجي هنا عند الماتيريال واعمل لها رينيم واقول له جراس عشان ابقى عارف ان ده الجراس بتاعي. ممكن اعمل الجزء اللبني اللي احنا اخترناه ده واقول له بيفمنت مثلا، اللي هي التبليطات الخارجيه وهكذا. فهبتدي امسك برضو كل جزء كده، خلينا نخلص الجراس كله مره واحده ويأدي له edit poly. طبعا انا عامل اختصارات للموديفايرز اللي انا بستخدمها على طول هنا، ممكن انت عندك هتدخل هنا هتلاقي edit poly عادي زي اي حد خلاص. نفس الموضوع هنا هيبقى ده جراس. ممكن اختصر النقط اللي انا برسمها دي وارسمه ريكتانجل على طول، بس انا بالنسبه لي مش فارقه الاثنين زي بعض خلاص. هرجع تاني الفايل الاوتوكاد كده اتاكد الجزء ده جراس والجزء ده جراس ودي تبليطه اوكي. هرجع للماكس تاني هبتدي ارسم لاين. اظن الموضوع بقى محفوظ وواضح، يعني خطوات كلها متكرره يعني. وهنا هبتدي ارسم الجزء ده عندي لحد هنا. اهم حاجه زي ما نبهنا الفيديو اللي فات ان السناب يا جماعه يكون 2D او على علامه الاتنين دي، بلاش 3D عشان هفهمكم دلوقتي 3D بيعمل ايه.
لو انا عاملها 3D كده، لو انا مفعل سناب ومخليه 3D كده، هو باي ديفولت بيبقى كده. انا لازم افضل ضاغط عليه واجيبها على 2D. ليه؟ لان لو عملت 3D وابتديت ارسم، خلينا مثلا وليكن نرسم الجزء ده كده كده اهو، خلينا نرسم كده خلاص، هيقفل معايا الاس بي لاين. بس لو جيت بقى رحت للبرسبكتيف معايا هنا ال 3D، بص كده هتلاقيه فاهم النقط العالية دي هي النقط ال 3D ورسمها لي فوق. طبعا لو جيت اديت اكسترود او اديت بولي للشكل ده يكون حاجة مشوهة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حاجة مش لطيفة خالص. طيب انا غلطت ورسمت الشكل ده، هل امسحه واعيده تاني عن طريق 2D من هنا؟ لا، ممكن امسك النقط بقى اللي انا شفتها بايظه من هنا، امسك النقطة دي واروح للامر موف، وهلاقي هنا ان ارتفاع النقطة دي 44 اللي هي ارتفاع الحيطة، فممكن اكتب له هنا 0 النقطة هتنزل لمستوى الصفر، ونفس الكلام اكتب له هنا 0 النقطة هتنزل لمستوى الصفر، ونفس الكلام اكتب له هنا 0 النقطة هتنزل لمستوى الصفر، وهكذا. خلاص. طيب الشكل اللي احنا رسمناه ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن اعلى درجة في الدرجات دي. احنا هنقول درجة 2 3 4 5 6، الدرجة السادسة 6 في 15 هيعمل معايا 2 في ب 90، يبقى ارتفاع الدرجة الأخيرة دي 90 سم. فهنديها الاكسترود ونقول له إن ده 0.9، يبقى ده ال90، ده ليفل السلم عندي. هنظبطه دلوقتي مع بعض ونشوف هيمشي ازاي. خلاص هكمل باقي الدرجات. أنا كل ده بالنسبة لي هيبقى ورا الصور أصلا، فأنا مش فارق معايا الديتيلز دي قوي، بس خلينا برضو نعملها عشان لو اتحطينا في موقف تاني محتاج تعمل درجات. طبعا هو هنا مش 90، هو هنا 75. هنزل بقى، هبتدي انزل لكل درجة 15. فممكن نرسم تاني هنا ريكتانجل كده من هنا لهنا، ونديله الاكسترود تمام، وقول له 0.6 بالشكل ده، وهعمل ريكتانجل تاني من هنا لهنا، واديله الاكسترود كده، واقول له 45 لحد ما هننزل ل15. السلمة الأخيرة تحت هتبقى 15، اكسترود 30، وهنا كده اكسترود 15. طيب أنا ليه مشيت على الخط الأصفر ده؟ لأن الخط الأخضر ده بيعبر عن الأنف الكاذبة بتاعت السلماية، اللي هي إيه؟ احنا يعني كده المفروض عملنا السلم. خلينا إيه نظبط الحوار الأنف الكاذبة ده، هنعمله إزاي؟ هضيف موديفاير إيديت بولي على السلمية دي، وابتدي امسك الادج ده كده واقول له رينج، اختار لي كل الادجات الموازية لي من هنا رينج، وبعدين ادي له كونكت من هنا كده، مش كونكت دي، هدي له كونكت دي، وابتدي احرك دي كده مثلا نقول حوالي 60. يبقى انا كده عملت كونكت ما بين الخطوط دي والخط بارتفاع كذا، يبقى عندي عملت زي السلايس اللي احنا عملناها في الحيطة. هروح امسك البوليجون من هنا واقول له امسك البوليجون ده واديهولي اكسترود الانف الكاذبة، غالبا بتبقى 3 سم، بيبقى شكلها بالمنظر ده. دي شكل السلماية في اي مكان بتتعمل كده. خلاص. فانا عشان ما اقعدش اعمل كده في كل سلماية، ممكن اخد السلماية دي كوبي وابتدي اكررها واشدها لتحت واعدل فيها، وده شيء مش مهم بالنسبة لي دلوقتي، المهم ان انا عملت موضوع الانف الكاذبة ده وابقى عارف هو بيتعمل ازاي. خلينا نكررها تاني في نفس السلماية دي، edit poly، ابتدي امسك طبعا ندوس F4 عشان افعل الخطوط F4، او اختار من هنا كده edged faces خلاص، واعمل اختار خط من الخطوط الرأسية دي واقول له رينج عشان يختار لي كل اللي حواليه، واقول له كونكتاية يعني بالنظر كده مثلا وليكن ماشي كده، واقول له همسك البوليجون من هنا واختار ده واقول له اكسترود او 3 سم خلاص. طيب نقطة مهمة جدا في موضوع الايديت بولي، انا متقسم عندي الايديت بولي ان انا البوليجون اللي عندي او الاوبجكت اللي عندي متقسم او مكون من 5 حاجات. اول حاجة الفيرتكس، ثم الايدجز، ثم البوردر، وهنشرح البوردر دي لوحدها لانها شبه الايدجز بس مش ايدجز، والبوليجون والالمنت. خلاص الفيرتكس واضحة وهي النقط اللي بيتلاقى عندها اي 3 خطوط موجودين في الشكل، النقطة دي خلاص. والإدج اللي هو أي خط في الشكل أو أي سيجمنت في الشكل بيكون الإدج، الإدج اللي هو ما بين أي تو فيسز بيبقى اسمه إدج.
وده البوردر هنشرحه بعد ما نعدي على الاثنين التانيين. ده البوليجون اللي هو ده، اي فيس في الشكل بيكونه اربع نقط بيسمى بوليجون، و او ثلاث نقط ايا كان، والاليمنت اللي هو الشكل كله. لو جيت اضغط كده هيختار لي الاليمنت كله. طيب ايه هو البوردر؟ لو انا جيت مثلا بالغلط او ايا كان انا اقصد مسحت البوليجون ده كده، مسكت البوليجون ده كده وعملت له ديليت بالغلط، البوردر وظيفته ايه؟ البوردر وظيفته هو ده كده البوردر، الجزء المفتوح ده او الجزء الممسوح اللي سايب فجوة في الشكل هو ده البوردر. لو جيت اخترت البوردر وعملت كده هو حدد لي اللي انا اخترته ده اهو، خط كده حدد لي كل ده. لو عملت مثلا ايزوليت للشكل من هنا، ايزوليت يعني اخفي اي حاجة غير اللي انا عامل عليه سيلكت، خلاص عملت ايزوليت للشكل فانا اخترت كل البوردر او الخطوط اللي مكونه لي الفيس اللي اتمسح ده. عشان ارجع الفيس اللي اتمسح هلاقي امر هنا جنب الاكسترود والشامفر والبريدج، هلاقي امر اسمه كاب. الكاب ده بيقفل لي الفتحه اللي انا عايز اقفلها، لو عملت كاب كده هيعمل لي الفيس اللي انا مسحته تاني. خلاص دي كده تفاصيل مش مهمه بالنسبه لي، خلينا نشتغل على باقي المبنى ونشوف احنا وصلنا لفين، وده طبعا هنكمله في الفيديو الجاي ونكمل باقي اللاندسكيب او باقي الشغل هنا. وطبعا هنبتدي نعمل بقى الشارع ونكمل بقى الدور التاني ونخلصه ونحطه فوق الدور الاول، وبعدين نبتدي نشتغل على تشكيلات الواجهات ونكمل باقي الورشة بتاعتنا. بس كده، اشوفكوا الفيديو الجاي.